أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور، بصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك اليوم. أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة رح يكون عن موضوع في غاية الأهمية، الموضوع البدلية في المسيحية. ورح أشرح بعد قليل أكثر عن هذا الموضوع أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة على البث المباشر القناة الفضائية قناة الحياة وفيك تفوت تشاهدنا على السايت وكمان تشاهدنا بث مباشر على الفيسبوك في الوقت الحالي طبعا بحب اسمع تعليقات كل اللي بيشاهدنا على الفيسبوك اذا عندك طلبات صلاه اذا عندك اسئله اذا عندك استفسار من فضلك تواصل معنا حتى من خلال الحلقه نتواصل مع تفاعلاتك واسئلتك ايضا حديثي طبعا عن البدليه في المسيحيه وهي يمكن الكلمه لاول مره تكون صعبه على بعض المشاهدين ولا سيما احنا بنتكلم عن شيء لاهوتي بحت من كلمه الله في الكتاب المقدس ما نسميه المبادله العظمى او البدليه في المسيحيه وبحب التعبير البسيط اللي بتتكلموا في الكنيسه الارثوذكسيه اخذ مما لنا واعطانا مما له فاذا هاي هي بكل بساطه البدليه اللي راح اتكلم عنها في هذا اليوم أنا بشجعك تشاهد هذه الحلقة وبصلي من كل قلبي أن تكون سبب بركة لحياتك اليوم سأعود بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معي أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة عن المبادلة العظمى أو البدلية في المسيحية لأول مرة يمكن هاي الكلمة تكون صعبة جدا فنحن كمسيحيين نؤمن بالموت البديلة بما معناه أجرة الخطية هي موت وهذا الموت هو انفصال كامل عن الله وبيتكلم عن موت روحي وبيتكلم عن موت ادبي ايضا وهذا الموت ايضا يعني نتيجه الخطيه او عقاب الخطيه هو جهنم النار. لكن جاء شخص اللي عنده القدره وهو قدوس اللي جاء من السماء وبنفس الوقت تعاطف مع الانسان والكلمه صار جسدا فالمسيح كلمه الله. جاء في ملء الزمان واخذ عقابنا وقصاصنا وموتنا وخطايانا وكلها فعليا تصمرت في الصليب على صليب المسيح فاستطاع ان يقوم بعملين العمل الاول استطاع ان يرضي العداله الالهيه ويوفي كل مطلب الهي وكل طبعا شيء إلهي لأن الله قدوس عادل لازم يعاقب الخطية ولازم يحط الإنسان في جهنم النار لأنه هذا ما يستحق الإنسان لأنه خطية الإنسان هي ضد الله الغير محدودة فكفارة المسيح وموت المسيح البديلة ينبغي أن يكون غير محدود حتى يوفي العدالة الإلهية ومن ناحية أخرى استطاع أن يقرب الإنسان إلى الله فاستطاع أن يمسح الدموع والتعاسي والحزن والخوف والشقاء والظلم والبؤس والخطية والفقر والضربات واللعنات كلها في جسده فلما كل هذا الشيء تسمر في جسده وكأنه الله حجب وجهه عن المسيح صرخ المسيح الهي الهي لماذا تركتني وكل خطايا البشريه ماضي حاضر مستقبل وقعت على المسيح فهذا ما نسميه الموت البديلي انه المسيح فعلا اخذ مكانك واخذ عقابك واخذ قصاصك البار من اجلك نحن الذين لا نستحقه. هذا التعليم احبائي مش مجرد بس تعليم مسيحي، فالشيء مفهوم في كل العادات الشرقيه القديمه وفي العادات القديمه انه لازم يكون في دم لازم يكون في ذبيحه بتكفر حتى تصالح، حتى تقرب، حتى يكون في سلام وحتى فعلا انه تحل البركه والهدنه. حتى يعني اكتشفوا مخطوطات قديمه 3500 سنه قبل الميلاد مخطوطات من ايام الفينيقيين اللي كان في بعض الذبائح البشريه تقدم حتى ترضي الالهه وطبعا بعقيدتهم انه كان بامنوا في الخصوبه يعني حتى يعني بتكرس ولد لكن مقابل انه بيكون في اولاد كثيرون خصوبه وانتاج اطفال كثيرون كنوع من البركه. حتى اكتشفوا مخطوطات في شمال افريقيا من ايام قرطاجه في نورث افريكا في شمال افريقيا بتمارس كانت نفس العادات. العادات الوثنيه القديمه كانت بتمارس طبعا انه فداء شيء من اجل شيء اخر. حتى الكتاب المقدس بيتكلم عن عبادات قديمه وثنيه اللي كانوا بي كانوا بيقدموا فيها ذبائح للاله مولوك في ارض كنعان وهذه الذبائح البشريه حتى ترضي الالهه فكانوا يقدموا افضل الاطفال، طبعا هذه العباده كانت مرفوضه رفضا باثا من الله ومن طبعا الشعب الاسرائيلي في العهد القديم. وإذا بنرجع لقديم الأيام فكرة البدلية بنبتدي إنه دايماً بتشوف في ذبيحة مقابل إنقاذ أو خلاص شخص آخر فنرى إنه آدم وحواء أخطأوا ضد الله الرب يعني حاولوا بتدينهم وبطريقتهم الخاصة إنه يصنعوا أوراق من التين حتى يخبوا العورة فالرب نسج اقمصة من جلد وهذا طبعا بيطلب ذبيحة. وهون بنشوف طبعا الشيء الأول. قايين وهابيل مع انه قايين قدم من ثمار الأرض لكن الله رفض ذبيحة أو رفض يعني ذبيحة قايين لأنه نظر إلى قايين، نظر إلى قلب قايين وإلى ذبيحته فرفض هذه الذبيحة. لكن هابيل قدم من خيار الغنم. فمشان هيك طبعا الرب بارك ذبيحته، وهكذا احبائي بنشوف حتى نوح بعد الطوفان بنشوفه في علامه العهد في قوس قزح، اول شيء بقوم فيه نوح بقدم ذبائح من الحيوانات الطاهره. لكن القصه المعروفه للجميع ولكل الاديان سواء اليهود او المسيحيين او المسلمين، قصه التضحيه، قصه ابراهيم مع ابنه الرب طلب في سفر التكوين إصحاح 22 الآية الأولى طلب من إبراهيم طلب صعب جدا لأنه إسحاق يعتبر ابن الموعد وانتظر سنوات كثيرة حتى اتحقق هذا الوعد فطلب منه الرب أن يأخذ ابنه وحيده الذي تحبه إسحاق ويروح لجبل المريا جبل المريا اللي هو موجود حاليا في القدس في اورشليم وهناك يصعد ابنه تقدمه او محرقه من اجل الرب وفعلا ابراهيم اطاع صوت الرب واخذ الرحله مع غلامين ولما وصل عند الجبل طلب من الغلامين انه يمكثوا فاخذ اسحاق معه وصعدوا الى الجبل لكن اسحاق لأنه كان شاب واعي سأل هذا السؤال لابراهيم قال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة؟ أين الخروف؟ أين الخروف للمحرقة؟ فجاوب ابراهيم اسمع ما قال ابراهيم فقال ابراهيم الله يرى طبعا الله يرى له المحرقة وهي كلمة طبعا يعني كلمة كبيرة لأنه كان صعب يرد على إسحاق لأنه طبعا الشيء واضح جدا أنه ما فيش إلا إبراهيم وإسحاق لوحدهم طالعين على الجبل الله يرى له الخروف للمحرقة يعني الله اللي بيدبرها الله الذي يرى يعني الذي يسدد ويدبر و... بيجي في الاحتياج ذاته في الوقت نفسه في سفر التكوين إصحاح 22 والآية 8 وبعدين لما فعلا هم إبراهيم بذبح ابنه فسمع الصوت علمت أنك خائف الرب وكان بالإيمان إبراهيم أطاع الله وفي سفر أو في رسالة روميا مكتوب عن إبراهيم يعني آمن بالذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء الغير موجوده كانها موجوده. ابراهيم آمن حتى لو قتل ابنه، لو ذبح ابنه، الله راح يقيمه من الاموات، فما كانش عنده شك، كان عنده ايمان راسخ ويقين ومن هاي اللحظه الرب باركه اضعاف وبارك نسله طبعا الى الابد، بارك هذا النسل من خلال يسوع المسيح. لكن الشيء اللي حدث انه الله فعلا يرى دبر المحرقه كبش طبعا القرون بتاعته كانت ماسكه في الشجره وابراهيم اخذ هذا الكبش واصعده محرقه مكتوب فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه عارف يعني في شيء بديله اصعده محرقه عوضا عن ابنه في سفر التكوين اصحاح 22 ايه 13 ومره اخرى قال يهوى يرى يهوى يرى الرب يرى وبعدين لما استكمل كل العمل مكتوب للمره الثالثه سمى المكان يعني يهوى يرى لانه في جبل الرب يرى وفعلا لما الرب يسوع اتكلم في انجيل متى اصحاح 8 لليهود قال عن ابراهيم أن إبراهيم رأى يومي فتهلل، يعني فرح إبراهيم لهذا اليوم لأنه كان في يوم من الأيام في جبل الرب يُرى في يوم من الأيام المسيح سوف يقدم نفس نفسه فدية، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليُخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، هذا هو البدلية اللي بنتكلم عنه. ومكتوب أنه يضع نفسه من أجل خرافه في يوحنا عشرة ومكتوب أنه يبذل نفسه مكتوب أيضا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه في المسيحية أحباء زمام المبادرة للخلاص وللإنقاذ من الذنوب والعيوب وتبرئة من الخطية هو مبادرة إلهية، الإنسان عجز لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر ذي جسد، لأنه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، فإذا هذا عمل إلهي في جبل الرب يرى مستقبلاً أن الله سوف يرسل حمل الله الذي قال عنه يوحنا المعمدان هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وكما بالنبوة موسى في القديم في يوحنا ثلاثة مكتوب من سفر العدد وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياه الابديه، فهذه محبه الله للانسان، ولكن الله بين محبته لنا، لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، فاذا بنشوف في ايام ابراهيم، بنشوف في ايام الفينيقيين القدماء والشعوب القديمه اللي سكنت ارض كنعان كانت تفهم فكره المحرقه والذبيحه انه لازم تكفر عن طريق الدم حتى اذا في قصه مشهوره طبعا الشعب الاسرائيلي بعد ما الله ضرب مصر في ضربات تسعه الضربه العاشره كانت موجهه ضد الأبكار أبكار المصريين كل بكر ذكر من إنسان حيوان إلى أصغر شيء فكل هذه الأشياء كانت ضربة على المصريين نفس بنفس حتى تكفر عن النفس لأن الحياة في الدم مثل ما مكتوب إخوتي وأخواتي في كلمة الله ف بعد سفر الخروج لأنه الملاك الرب فعلا خروف الفصح دهن الدم وقال أرى الدم فأعبر عنكم فهذا كان يوم احتفال كان يوم إنقاذ يوم خلاص في تاريخ شعب إسرائيل يوم خلاص يعتبر في الرزنامة اليهودية اللي هو بداية الأيام من عيد الفصح لكن في الإصحاح 13 منشوف أنه الرب على طول بذكر شعب إسرائيل بفكرة البدلية قال كل بكر حمار تفدي بشال لأنه رب طلب أنه كل بكر قدوس فاتح رحم هو ليه؟ مكرس مخصص للرب سواء حيوان طاهر طبعا أو طبعا أو كل إنسان بكر طبعا الحمار هو من الحيوانات النجسة بحسب الشريعة اليهودية لكن نجاس لأنه لا طبعا لا يشتر ولا بشق الظلف كما مكتوب في الشريعة لكن الحمار كان يعني بيتعاملوا معاه بحسب العادات القديمة والشريعة لأنه الحمار كان بيشتغل كان بيعمل بيحطوا أحمال أعمال فكانوا بيمسكوه كانوا بينمسوه كان مع أنه حيوان نجس مثلا لكن نجاسته غير عن نجاسة الخنزير او الغراب او الحيوانات اللي هي تعتبر نجسه ورجسه في نظر اليهود لكن حتى بكر الحمار لازم تفديه بشاء لما بيكون عندك الرب يبارك كل بكر حمار تفديه بشاء وان لم تقدر فتكسر طبعا عنقه وكل بكر انسان من اولادك تفدي طبعا تفديل مقصود بذبيحه وهون يعني بيتكلم عن استبدال كلمه تفدي استبدال بذبيحه اخرى وهذا الحدث البديل البدليه ما نسميها يعتبر شيء مهم في للخلاص تاريخ الخلاص في حياه الشعب القديم شعب اسرائيل في حادثة اخرى في العهد القديم مشهوره جدا داود الملك اخطا ضد بتشبع اللي كانت متزوجه واحد من مشاهير رؤساء الجيش اللي هو اوريا الحثي داود اراد انه يخبي عن خطيته فارسل وراء يؤاب ولا سيما ادرك المراه حامل فلعل انه يؤاب طبعا راجع من الحرب انه يتضاجع مع زوجته لكن رفض ولما شاف الامر صعب طبعا طلب من يؤاب رئيس الجيش عن كتب كتاب عن اوريا انه يتسبب بقتل اوريا وقتل بعض الاشخاص فكر انه داود بداري على خطيته عم بخبي على خطيته فطبعا الرب أرسل ناثان اللي هو كان نبي في أيام داود ولما ناثان طبعا واجه الملك واجه داود الملك بخطيته وحس داود بخطيته أول جملة ذكرها أمام النبي ناثان فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب وعلى طول نثان أجاب هذا الجواب فقال نثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت ما هو أجرة الخط لازم يموت بحسب الشريعة داود لكن بقول له قد نقل عنك خطيتك لا تموت في صموئيل الثاني إصحاح 12 آية 13 لكن على طول شو بقول له فالابن المولود لك يموت في آية 14 ليه؟ لأنه تسبب في خديعة في كذب وفي قتل وهذه الأشياء الثلاثة الرب بيكرهها كره يعني عميق بيكره الخطية لأن الله يكره الكذب ويكره المكر وطبعا يكره القتل لأنه سفك دم بريء وهذه الخطايا سواء بتمارسها شعوب سواء منظمات سواء ناس بتقتل في اسم الدين الله يرى الرب شايف وفي يوم من الأيام راح يعاقب مثل ما فعل في البديل بسموها البدلية الجبعونيين لما طلبوا من داود واضطر أن يقتل من عائلة شاول سبعين شخص تكفير عن ما عمل بهم في أيام شاؤول الملك فقال له قد نقل عنك خطيتك لا تموت فالابن المولود لك يموت فإذا هنا بيفدي يعني فدى شخص بشخص والمثل المعروف عندنا فداك وبتذكر في أيام السياسة لما كنا نطلع في المظاهرات بالروح بالدم نفديك يعني مستعدين نموت نحط حياتنا من أجل قضايا سياسية من أجل تعرف كل قضية وطنية إلى آخره. فالفكرة مفهومة أنه الإنسان مستعد يضحي بنفسه فداء. وخلينا أوضح. يعني مثلا استفانوس الشهيد الأول قتل لكن مفيش منفعة من خلال موته إلا لنفسه حياة أبدية. يمكن شهادته شجعت المؤمنين. لكن موت المسيح البديل فيه منفعة فيه بركة لأنه هاي المنفعة مش بس أنه أرض العدالة إذا لكن في كفاية في كفارته لجميع الخطية البشرية الخاطئة فالفداء هو عملية شراء بثمن فلما صلى طبعا في سفر التثنية بقول لا تهلك شعبك الذي فديته بيتكلم اللي فديته من أرض العبودية من أرض مصر فهي تفيد شراء بثمن والكتاب يعلم لأنكم اشتريتم بثمن لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. تعرف احبائي يعني بتشوف انه آه الله بيطلب مثلا من آه من اللاويين انه اخذوا الصبت لنفسه بقول اخذت اللاويين من بني اسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم فيكونون لي فيكونون لي يعني خاصه للرب ملك الرب لان لي كل بكر فالله فدى خصص صبت اللي يكونوا كهنه يخدموا, يخدموا الرب سواء في خيمه الاجتماعات الاجتماع او في الهيكل يعني هاي من ناحيه الخدمه لانه خلي في بالك, بالك بالكتاب المقدس ممنوع تقديم ذبائح الاطفال في سفر القضاة بيتكلم عن واحد اسمه يفتاح قاضي عمل شيء عن جهل انه عمل نذر وطبعا اضطر انه يفعل في بنته يعني ذبيحة أو بشرية أو لما الشعب الإسرائيلي كان يرتد عن عبادة الله مثل ملوك كثيرين منهم الملك أحاز وطبعا يمكن الشخصية المعروفة ابن الملك حزقية الملك الصالح المستقيم خلف ولد اسمه منسة ومنسة بنى مذابح كثير في في وادي هنوم أو بن هنوم اللي أجت منه اسم جهنم اللي هي بين طبعا جبل الصهيون في المنطقة الجنوبية الوادي هناك بسموا وادي بن هنوم كانوا يقوموا في تقديم ذبائح بشرية ذبائح الأطفال لمولوك وطبعا لمالكم هذه الأشياء المذكورة طبعا في أشياء أخرى في العهد القديم مذكورة لكن الفكرة أحبائي أنه فكرة معروفة فكرة مفهومة للجميع لما نتكلم على البدلية ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين ما زلنا في حديثنا عن البدليه في المسيحيه واعطينا بعض الافكار من العهد القديم. اللي عاوز اقوله باختصار احبائي انه الله فعلا طلب من موسى في سفر اللاويين ان يقدم ذبائح في ذبائح كثير طلب ذبائح بسبب الخطيه في ذبيحه اثم ذبيحه خطيه ذبيحه السلامه ذبيحه المحرقه ذبائح في الاعياد في أوقات معينة الخاطئ عادة بيجي في ذبيحة وبحط إيده على الذبيحة بالإيمان طبعا لأنه لأنه الرب ما مالي كثرة ذبائحكم اتخمت منها يعني يعني الفكرة مش إنك ذبيحة وتذبحها وخلاص لا الفكرة الإيمان إنه أنا بهذا الإيمان إنه هذا الدم بكفر عني وإنه يوم من الأيام الله سيرسل الذبيح الأعظم يسوع المسيح اللي اللي بينقذنا من الظلمة ومن الموت ومن الفقر ومن كل الشقاء حتى إيش النال بركات الله فكرة الذبيحة تخيل كل ما الواحد بدي يرتكب خطية عم بشد بهالخروف بهالعنزة ما على مكان العبادة حتى يكفر عن نفسه عن خطيته أو بيته فبحط الإيد تنتقل كانه الخطيه على ذبيحه فتذبح لانه مكتوب احبائي لان الدم يكفر عن النفس في سفر اللويين اصحاح 17 ايه 11 لان نفس الجسد هي في الدم مشان هيك في العهد القديم مبدا الكوشر او الذبح يعني بيتكلم عن شيء واضح فيه طبعا عنايه خاصه بطريقه قيام القيام بهذا الموضوع الذبائح الاخرى البشريه هي طبعا الله طلب من ابراهيم لكن احنا فهمنا القضيه لأن الله فدا بحمل الله بالذبيح الاعظم في يوم من الايام انه راح ياخذ مكان كل البشريه لكن الذبائح الاخرى اللي كانت بمرسوها الوثنيه ابادها الملك يوشيا في هذا الوادي اللي تكلمت عنه وادي بن هنوم وطبعا اللي كانوا بيقدموا الأطفال الأنبياء طبعا أدانوا هذه الممارسات منشوفها في عدة آيات في العهد القديم وهكذا حرمها الناموس في شريعة اللاويين أيضا أحبائي فإذا الفكرة أنه يعني بتنتقل للشخص الآخر وهذا ما يعلم عنه العهد الجديد. وانا راح اقرا ايه يعني وابقوا معي من سفر اشعياء النبي اصحاح 53. اشعياء النبي بيتنبا 700 سنه قبل ميلاد المسيح وبيتكلم عن طريقه الصلب وكيفيه الصلب بتفاصيل. في ايه اربعه مكتوب: لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا في ايه سته كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب 700 سنة قبل ذبيحة المسيح والرب وضع عليه إثم جميعنا فبكمل في آية 8 بقول إنه ضرب من أجل ذنب شعبي في آية 10 أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامهم بآية 11: وآثامهم هو يحملها. في آخر آية بيتكلم: وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. فطبعاً من يستحق هذا الكلام أو على من يتم هذا الكلام قبل 700 سنة أكيد بتوافق معي بتم الكلام عن شخص الرب يسوع المسيح. وبحبره شفينا تعرفوا مكتوب عن الرب يسوع كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم يكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب هذا في إنجيل متى اصحاح أربعة في إنجيل متى اصحاح ثمانية مكتوب فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم لأنه متى بيكتب لليهود شوف شو بيحكي لليهود بقول: لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل من 700 سنه هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا، يعني شو ممكن تشوف شيء اوضح من هذا الامر واضح جدا فالامر واضح احبائي لي يعني لكل اللي بيقرا العهد الجديد لأنه بكل بساطة الإنسان اللي بيأمن في يسوع أنا أقر أعترف أنه أنا إنسان خاطئ وأنا بتوب عن خطيتي وأنا بشكر الرب على ذبيحة المسيح من أجلي لأنه هو الفادي فداني وأخذ مكاني لولا المسيح أنا كنت طبعا في جهنم النار فالكتاب بعلم بكل وضوح فإنكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد بعدين بقول لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها مكتوب في رساله بولس الرسول الى اهل كورنثوس إصحاح 5 آية 21 في سياق الحديث بيتكلم عن المصالحة أن الله صالحنا لنفسه من خلال دم يسوع المسيح وبعدين بيعطي النتيجة ليه؟ لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه يعني المسيح البار القدوس الطاهر لم يعرف خطيه، لم يفعل خطيه، لم توجد فيه خطيه، الذي قال من منكم يبكتنا على خطيه المولود الحبل طبعا بدون رجل قدوس بار يسميه الكتاب منفصل عن الخطاه اللي تحدى كل الاجيال من منكم يبكتنا على خطيه مذنب من العيوب ومبرأ من اي خطيه في جسده على الصليب حمل خطايانا وأعطاك بره فالله الديان لما بينظر إليك موقف قضائي أعلن براءة بل مش براءة تبرير هذا الإنسان، شو يعني التبرير؟ إنه أنا فعلا مجرم أنا خاطي والكتاب بيقول عني أنا خاطي لكن بسبب دم المسيح اللي أخذ مكانك بديل عنك أعلن براءتك وتبريرك أمام الله الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران خطايا متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح فإذا المسيح تصور معي صار خطية من أجلك حتى أنت تكون بر الله وهذا اللي بخلينا نشكر الرب ليل نهار واو أكون أنا بر الله بر يعني من خلال يسوع المسيح شوف الرسول بطرس اللي عاش مع المسيح شو كتب بروح النبوه. بطرس الاولى إصحاح 2 ايه 24، "الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم". بيتكلم عن يسوع المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه من أجلنا قد أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه فإذا بقول فنحيا للبر بيستكمل نفس الآية اللي اتكلمها متى واللي اتكلمها إشعياء من 700 سنة الذي بجلدته شفيتم وإذا إذا بنتكلم في نفس الاصحاح يعني في رساله بطرس الاولى اصحاح ثلاثه وآيه 18 فان المسيح ايضا تألم مره واحده من اجل الخطايا البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح بل الرسول بولس ذهب الى نقطه ابعد قال المسيح افتدانا من لعنه الناموس اتصار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه لتصير بركه ابراهيم للامم في المسيح يسوع ليه لننال بالايمان موعد الروح موعد الروح القدس غلاط يصحح ثلاثه ايه 13 فاذا احبائي جاء المسيح فعلا حتى يفتدينا من لعنه الناموس حتى يبررنا من كل اثم من كل خطيه حتى حتى يحررنا من لعنه الناموس لانه من عمل كل الناموس واخطا في واحده فقد صار مجرما في الكل لان اجره الخطيه هي موت اتجاه الله الغير محدود. مكتوب احبائي فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. يا فعلا لما الكنيسه الارثوذكسيه بتقول اخذ مما لنا. شو اخذ؟ هو طلب يا ابني اعطني قلبك حتى القلب مكتوب عنه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. شو ممكن أنت تقدم لربنا لكن نشكر رب هو قدم لك كل شيء أخذ فقرك أعطاك غنى أخذ لعنتك وأعطاك البركة أخذ آثامك في في جسده على الصليب وأعطاك بره أخذ أمراضك أسقامك وأعطاك أيضا شفاءه وأنا عاوز أقول أحبائي كل يوم انت بتمر فيها نعمة وبركة من عند الرب انا عاوز اشجعك في هذه اللحظات فعلا انك تيجي ليسوع المسيح احبائي انا بشجعك كمان اذا عندك تعليقات فيك تشاهدنا لايف مباشر على الفيسبوك بحب اسمع رأيك وفكرك سأعود بعد هذا الفاصل القصير ونبتدي نأخذ المكالمات Thank you اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقه عن البدليه في المسيحيه. لو اثار هذا الموضوع اي تساؤل في ذهنك بحب اسمع منك. وعلى فكره مره ثانيه انا بحب اشجع كل مشاهد انه فعلا احنا بنصلي من اجل كل طلبات الصلوات. فحاليا فيك تفوت على الفيسبوك وتحط طلبات الصلاه و بأكد لك أنه كل طلبة بنرفعها أمام عرش السماء وصل طبعا صلاة من أجل شفاء ولما نقول شفاء يعني بطلب من كل أحبائي يصلوا معي من أجل بنت الرب عابرة من العراق في عندها نزيف حاد كيس دمه على المبيض مبيض عقد لفية على الرحم خلينا نصلي باسم الرب يسوع اللي أخذ أسقامها وحمل أمراضها واللي مكتوب بحبره شفينا في اسم الرب يسوع الان يمد يمينه الشافيه ويلمس بنت الرب من هذا المرض، انا عارف انه كثير ناس بيبعتوا عندهم امراض سرطان انا بأكد لك انه الرب صالح، الاسبوع القادم رح تكون حلقه مسجله لكن بدعوك انك تشاهدها رح نسمع اختبار اخت من منطقه بيت لحم من بيت جالا الحرب او صراعها مع مرض السرطان ورح تكون مؤثره جدا وفعلا رح تكون بركه انا بشجعك انك تشاهدنا في الحلقه القادمه خليني اخذ المكالمه الاولى من جورجيت اهلا وسهلا جورجيت من كندا انت معنا على الهواء جورج حبيبي اه آسف آسف, اسف 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 اهلا اخ جورج معلش معلش مو مشكله ابدا انا بشكرك حبيبي ربنا يباركك تفضل يا اخ جورج يبارك حبيبي آه انا بدي اقول لك انا بشكرك جدا على الموضوع اليوم اللي آه اللي انت فيه لانه لولاه لما كان لنا بديل صدقني نشكر الرب يسوع اللي آه صار مثل ما يقول ضحيه يقول آه في يوحنا الثلاثه يقول هكذا حب العالم حتى حب الله الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه الرب يسوع آه الذبيحه اخي نزار في العهد القديم كان يحضر الذبيحه قبل ما يعملوا الخطيئه لانه اذا الخطيئه وما يقابلها من ذبيحه كان يروح كانوا يروحوا يشتروها ويحضروها وبعدين يعملوا الذبيحه لكنه يعرف لانه صار عمليه مثل عمليه تبادل انه يعني يعني الخطيئه صارت عندي شغله عاديه يعني انه لانه راح يتسامح بالذبيحه اللي راح يدعها ولكن ذبيحة الرب يسوع هي ذبيحة تعلو فوق كل شيء بدي أحنا نقطة واحدة نحن نموت من أجل الرب يسوع ولكن لا نرفع أي سلاح أعناقنا تذبح وتقطع عرفت على الخنزار من أجل الكلمة من أجل الصليب من أجل شهادة الرب يسوع على الصليب من أجلنا من أجلنا ومن الدماء التي غطى بها الكون الكون كاملا وبدي أقول لك أنه دماء الرب يسوع الكفاره هي كالغطاء الجوي ليس لها استغناء لاي مجموعه لاي ديانه لاي لاي فصيله كل الديانات وكل البشريه موجوده تحت الغطاء هذا اللي اشبهه بالغطاء الجوي فبدي اقول انه نحن لما نموت كما اجدادي ماتوا في تركيا يا ومن ايام سفر برك اللي طار فيها قبل 100 سنه والمذابح ما زالت تقام اليوم حتى اليوم اللي هي اقارب في سوريا طبعا. أم نحن أم لم نقل الشهاده وكان علينا لم يكن لأنه الرب يسوع قال من يخجل فيني امام الناس فانا اخجل به امام هذا الذي في السماوات فلذلك نمون نمون هذه الكلمه ولا نضع احزمه لنفجر ولا الناس بينما نحن كحبة تموت وفي في في التراب ليكون هناك يعني حبات جديدة أكيد أكيد تأتي بثمر كثير, كثير معك وشكرا كثير يا أخ جورج فعلا بوافقك إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت يعني فعلا المسيح جاء لهذا الغرض وبشكرك لأنه فعلا كلمة كفارة من كبور بتعني تغطية في الإنجليزي بسموها substitutionary يعني الموت البديلي أو vicarious الكلمة من كلمة ذكر to stand on behalf ف يعني في شخص اللي بيقوم وطبعا هاي الفكرة واردة كتير في العهد القديم من الذبايح ولا سيما في يوم الكفارة طبعا في تيس عزازيل وإلى هي فهذا ممكن يكون في حديث عن الذبائح في حلقة أخرى، لكن منشوف إنه بتتكرر في صور، في رموز، في تشبيهات، في ذبائح، في نبوات اللي بتوضح هذه الفكرة بشكل واضح جدا، مرة ثانية بنحب نسمع تعليقاتكم على الفيسبوك، فيكم تشاهدونا لايف على الفيسبوك، وطبعا إذا عندك أي مداخل في هاي اللحظة فيك تتواصل معنا خلينا أخذ مكالمة من حبيبنا أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تحية محبة للأخ نزار شاهين حبيبي ربنا يباركك أنا بشجعك أبو مهند في الأسبوع القادم إنك تشوف الحلقة لأنه الاختبار أو شهادة الأخت من بيت جالا انا عارف انك انت من محل تاني من بيت صحور ايوه كلمه بسيطه تقول ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض وردت في رساله يوحنا الاولى واحد سبعه هذه الشركه ترمز الى الوحده الطبيعيه بين اعضاء اهل بيت الله لا يوجد هناك عنصريه او مراكز اجتماعيه او اقتصاديه او فروقات جنسيه لانه تجمع هذه الشركه عباده الرب يسوع المسيح وخدمته ان طبيعه هذه الشركه اشبهها بطائره مملوءه ركاب متجهه الى مكان واحد وكلها جنسيات مختلفه وفروقات ولغات مختلفة هؤلاء يتمتعون بمباهج هذه الرحلة من كل من من أكل وشرب وأحاديث وكلهم متجهون إلى مكان واحد لذا نحن بحاجة إلى شركة مؤمنين مسيحيين ومفديين ومخلصين لأنه هو الراعي الصالح لكنه سيق قشات للذبح بدل عنا وأعطى حياته علي الصليب وبموته أباد الموت عنا ونحن بعناه بثلاثين من الفضة بينما افتدانا ودفع ثمنه بدمه مم. على صليب الجلثة إذا ما علينا الآن إلا أن نفتش على مثل هذه الشركة لكي ننتمي إليها ونخرج من عزلتنا هذه الشركة تشجعنا للبنيان وهي ضرورية لتوحيدنا تحت شعار واحد كلنا في المسيح آمين. والمسيح شكرا. فينا شكرا. وشكرا شكرا, شكرا يا أبو مهند ربنا يباركك شكرا جزيلا والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف لكن الأجير الذي لا يهتم بالخراف يرى الذئب فيهرب والكتاب احنا حكينا في الحلقه اللي مضت انه في كثير انبياء كذبة ومعلمين كذبة وكثير ناس اللي الرب ما دعاها دعت انفسها وعم نشوف حصاد كبير في هذه الايام من النتائج، نتائج الخطيه ونتائج الدمار لما بيرفضوا طريق الله لما بيرفضوا الله نفسه، ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر الله بقدم نفسه عن طريق الكتاب المقدس بدون أي تناقض من أول صفحة في العهد القديم من سفر التكوين إلى آخر صفحة سفر الرؤيا. منشوف تناغم انسجام تناسق منشوف فعلا أنه كل كلام الله بصير بخطة محكمة منسجمة لخير الإنسان، منفعة الإنسان، وطبعاً لخلاص الإنسان. وهذا الفداء اللي تكلمنا عنه شراء بدفع الثمن، الله دفع فيك ثمن الخلاص مجاني بس مش رخيص، كونه يكون مجاني مش معناته رخيص، إنك تستهتر فيه. هذه طريقة الله لأنه أنت صعب تدفع كل أمجاد وبركات السماء لله يعني بأمور أرضية وكم من الأعمال اللي ممكن ترضي الله وبعدين أنت شو بتفهم عن طبيعة الله القدوس شو بتعرف عن الله العادل البار شو ممكن ندرك يعني مين ممكن يدرك يفهم الله بطبيعته فالإنسان اللي بيتمادى عم بحط طرق بشرية بطريقته الخاصة عم بيقود نفسه للدمار طريقه الله بسيطه انه الانسان عجز الانسان حاول بالتدين في البر في الذبائح في التقوى في كل الوسائل حتى مكتوب جميع اعمال برنا مش مش خطايانا اعمال برنا كخرقه نجسه يعني عارف نجسه في عينين الرب امام الرب لكن الله افتدانا من لعنه الناموس حتى تنال البركه وعلى فكره الرب مش بس انه اخذ الخطايا وخلاص طيب نشكر الله في لنا حياه ابديه، الرب اعطاك الحياه الابديه والرب اعطاك ضمان الحياه الابديه والرب اعطاك الخلاص من الخطيه ومن من قوه وعقاب الخطيه وتاثيرها في حياتك، لكن في بركات كثير الله اعطانا اعطانا المصالحه، الغفران، الفداء أعطانا السلام أعطانا التبرير أعطانا صار إلنا الدخول إلى المحضر آه، الآب في السماء مباشرة مثل ما سمعنا من أبو مهند آه، صار إلنا شركة معاه ندخل عرش النعمة بثقة آه، من ثم لكم أيها الإخوة الدخول إلى الأقداس بدم يسوع يعني صار في دخول إلى السماء من خلال طريق من خلال دم اللي الله عمله من خلال يسوع المسيح حتى تحل علينا البركة مش بس عشان نعيش في الحرية لكن الروح القدس بيملأنا ومنصير أولاد وبنات الرب بالتبني يعني بتصير هاي العلاقة المباشرة العلاقة الشرعية مع الله بتصير عندك بتصير وارث بتصير عندك امتيازات حقوق الله من خلال يسوع المسيح بركات لا تعد ولا تحصى مع أنه يمكن في هاي الحياة في ضيق في هم في غم في اضطهاد في ضيق على المؤمنين لكن الفرح والسلام والمحبة اللي بتغمرنا بتعلى والنعمة اللي ممكن نعيش فيها بتعلى عن أي ظروف الحياة فالبدلية هي سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد هي من أجلك من أجل خلاصك من أجل أبديتك من أجل أنك تنتفع بالكفارة تنتفع بهذا الغفران وتنتفع ببركة يسوع المسيح تعرف مكتوب ملعون من لا يعمل أعمال الناموس فإذا يا فإذا كل واحد في هالبشرية ملعون ملعون لكن الكتاب بقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس اتصار لعنة لأجل يعني الكلام صعب يعني هل الله بيسمح يعني هل الله ظالم بيسمح في موت المسيح البار الله مش ظالم لكن المسيح باختياره انه اراد انه يتمم من اجلك ومن اجل حتى لو مش مدرك هذا الشيء ادراك كامل مش بحاسب الله لكن كل اللي بعمل انا بشكر الله بعيش حياة الامتنان والغفران فبصلي من كل انه فعلا تنتفع بكفاره المسيح وتختبر هذه الحريه حريه يسوع المسيح أهلاً أعزائي المشاهدين البدلية المسيحية ما زلنا نشجع المشاهدين فيك تشوفنا كمان لايف على الفيسبوك بنحب نسمع منك حتى بس أشجع إنه فعلاً بنستلم في الأخت سوسن سو وهبي بتقول تطلب الصلاة من أجل كل أفراد عيلتها طبعاً بتصلي كمان من أجل مشاكل زوجية ومشاكل مع الأولاد نجوى فؤاد من مصر عندي مشكلة في الكبد فخلينا نصلي من من اجله الاخت انطوانيت جمال بتقول موضوع رائع ربنا يباركك شكرا كثير اخت انطوانيت فعلا ربنا يباركك على تشجيعك وبنحب نسمع هيك تشجيعاتكم ربي يبارككم ويكافئكم على كل تعب خير وكل محبه وانه حتى لو الحلقه بتنتهي على فكره فيك تتواصل بدك تفوت على السايت على الفيسبوك نسمع منك بتعرفوا أنا ذكرت الأسبوع اللي مضى إذا الرب تعامل معك وإنت فعلا مؤمن بالمسيح يسوع بغض النظر سواء من خلفية إسلامية سواء من خلفية مسيحية أو من أي خلفية أخرى أنا بشجعك اليوم أنه فعلا في قوة في إنجيل المسيح وفي الشهادة من أجل يسوع المسيح فأنا بشجعك اليوم نفس الدعوة اللي كانت الأسبوع الماضي فعلا اليوم تصمم وتقرر في حياتك أنك تتقدس وتقول يا رب كرسني أنا عاوز ألتزم أكون فعلا مكرس تكريس كامل لإلك أحبك من كل القلب ويكون عندي طاعة وولاء كامل لشخصك الشيء الثاني إحنا بعدنا بشهر نوفمبر في أمامك سنة أنا بتحدى كل شخص مؤمن ما بدي إياك بس تسمع هذه الحلقات وبصراحه يعني اكيد في حلقات مكرره واكيد يمكن دوشنا الكراس في تعاليم كثيره واكيد في ناس عم تفتح التلفزيون وبتمشي القناه او المحطه او الحلقه ورا الثانيه يعني عم منحس بهذا الشيء لكن كل الامر اللي احنا منكرس طاقات كبيره حتى نوصل رساله من خلال الاعلام من خلال الميديا سواء في البث المباشر او البرامج الاخرى او الفيسبوك او التواصل عن سكايب الانترنت الابس في اي وسيله اذا ما قدش ما عملش لك هذا الشيء انك انت فعلا تحب الرب من كل القلب وانك انت تبتدي تلتزم تقرا كتاب المقدس اعمل لي كل المؤتمرات صلي لي كل الصلوات احضر لي كل البرامج اعمل كل الاعمال قول تباركنا من هالمؤتمر ومن هالبرنامج ومن هالكنيسه اذا انت ما بتقرا الكتاب المقدس علامه سؤال الشيء الثاني وهذا التحدي اذا انت ما بتشهد معناته في شيء غلط كل انسان اسمعني منيح كل انسان بيمتلئ بروح الرب هاي روح التكريس روح المحبه بيعودش في خوف انك تشهد تتكلم للاخرين فانا برضو بطلب منك اليوم تبعت لي رساله تكتب اسمك والايميل بتاعك حتى نضيفك لليسته الكثيرين صار في عندنا اكثر من شيء حوالي 400 500 شخص صمم انه يربح نفس وحده للمسيح فانا بدي اكبر عدد ممكن من المشاهدين فعلا يقولوا معي اليوم بنعمة الرب أنا رح أشهد لنفس وحدي وبنعمة الرب رح أربحها بحب أسمع منك خبرنا في هذا الموضوع وبالنهاية أحب أنه كل الموضوع البدلي هم من مشانك أنت من أجلك تفهم تستوعب أنه أنت صعب تخلص نفسك في شخص هو اللي عمل الخلاص من أجلك كل ما عليك تعال له ليسوع المسيح ما تأجل قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك لحياة اليوم حتى تكون سيدي وربي مخلصي وملكي لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص سلم حياتك للمسيح وخبرنا بنعمة الرب عن هذا الاختبار اللي صار معك إلى اللقاء والرب يباركك